الشيخ رحمه الله من حيث وقته كان إذا صلى الفجر هو يستيقظ قبل الفجر بشيء من الوقت يمكنه من صلاة ما يسر الله له، ثم بعد ذلك يتصبح بسبع تمرات ويصلي الراتبة ويخرج سائرا إلى المسجد على قدميه، وكان يخرج حافيا رحمه الله صلاة الفجر يحتفي ويصلي الفجر ثم يجلس ما قدر الله له من وقت في الذكر، ثم يعود إلى بيته وينام قليلا إلى الساعة الثامنة، ثم يستيقظ الساعة الثامنة ويفطر وهو يسمع الأخبار. هذا لم أدركه في فطور إلا وهو يفتح الأخبار رحمه الله ينصت إليها أو يسمع شيئا مفيدا، ثم بعد ذلك يصلي ما كتب الله له من الضحى ويقرأ ما يسر الله له من القرآن، بعد ذلك يدخل إلى مكتبته ويجلس لحوائج الناس في الإجابة على الأسئلة. هذا الآخر يقول أن الشيخ أجاب على سؤالي، هذا وقت إجابة الشيخ للأسئلة وكتابة المناصحات وكتابة ما يكون من حوائج الناس في وقت إلى الظهر، ثم يخرج إلى صلاة الظهر أيضا ماشيا ويصلي في مسجده بعد صلاة الراتبة في بيته. وكان رحمه الله إذا جاء وقت الصلاة مباشرة يقوم، إذا أذن المؤذن مباشرة يقوم حسابا للوقت، لأنه بينه وبين المسجد قريب من ربع ساعة سيرا، فيبادر إلى الوضوء ويصلي ما كتب الله له ويخرج إلى المسجد رحمه الله، يقطع ما هو فيه ويذهب في قراءة أو في ما إلى ذلك المقصود، ثم يرجع بعد الصلاة ويرجع معه من يسر الله من الطلاب، وكانت تقرأ عليه كتب ويجيب على أسئلة في طريقه، وإذا رجع جلس على الهاتف، فوقت الإجابة الرسمي الأكثر هو بعد صلاة الظهر إلى وقت الغداء، ويأتي إلى الغداء ومعه هاتفه رحمه الله، ينتقل الهاتف من مكتبته إلى السفرة ويجيب على الأسئلة وهو يتغدى إلى قريب ما قبل العصر بنصف ساعة، ثم يغفو قليلا وبعد ذلك يخرج إلى صلاة العصر ويجلس في المسجد إلى أن تقضى حاجات الناس، لأنه يأتيه ناس مستفتين وأصحاب حوائج وأصحاب يعني مطالب ديون وما إلى ذلك إلى ما يسر الله، ثم يخرج إلى بيته، وأحيانا ما يصل البيت إلى المغرب، أحيانا لا يصل البيت لا سيما في رمضان وشبهه لا يصل البيت إلى المغرب، يدخل ويتهيأ للصلاة ويخرج ثانية للدرس. إذا تقدم مجيئه في هذا الوقت قبل المغرب يراجع ما يسر الله له فيما يتعلق بدرسه، وبعد ذلك يخرج، والمغرب رسمي عنده درس في المسجد في أبواب من العلم، وبعد ذلك يصلي إلى العشاء، وإذا صلى العشاء غالبا ما يكون عنده موعد في دوائر علمية مع طلبة العلم، مع الهيئات، مع القضاة، مع جهات عديدة، حتى في سنوات كان له دائرة مع باعة الخضرة اللي في السوق، كان لهم دائرة مع الشيخ يعرضون شهرية، يعرضون عليه حوائجهم ومسائلهم وما يشكل عليهم، يسمع الأخبار الساعة 11، ثم في قريب الساعة 12 يأوي إلى فراشه رحمه الله. هذا جدوله اليومي.